مشاهدينا رجعنا لحضراتكم مرة تاني، وفي الفقرة دي بنطرح زاوية مختلفة لحادثة امبارح، حادثة كنيسة أبو سفين في إمبابة. الناس بدأت تتساءل طب الكنيسة دي هل هي أصلا مقننة ولا لأ، وسمعنا إشاعات كتير إن هي مش مقننة. طيب الكنائس اللي بتكون أوراقها مقننة أو بتأخذ وضعها السليم في الدولة، هل لازم يكون ليها مواصفات معينة واشتراطات معينة؟ كل الأسئلة اللي في ذهننا حوالين هذا الموضوع هيجيب عليها معانا النهاردة في هذه الفقرة أتسابونا القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس بمجلس الوزراء، وأيضا المتحدث الرسمي باسم اللجنة. برحب بيك يا أتسابونا. أهلا بحضرتك. برحب بيك يا أتسابونا. أهلا بحضرتك. أكيد طبعا يعني حادث أليم وكلنا متأثرين بيه، وعشان كده عايزين يعني نمسك ملف الكنيسة ونعرف هو الكنيسة نفسها وصل لغاية فين. لو عايزين نبتدي يعني من الموضوع ده، ممكن نعرف من حضرتك أو من قدسك كده، هو إيه هو قانونية الكنيسة، وهل هي فعلا تم تقنينها في 2019 زي ما ذكرت البيانات ولا لا؟ هو قبل ما نتكلم عن التقنين، الواحد بيقول كل التعازي لشعب مصر كله للحادث الأليم دوت، وقدسة البابا ونيافة الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، ولينا كلنا يعني صراحة الناس كلها كل يوم كل دقيقة بتعزينا يعني. بالنسبة للكنيسة، كنيسة أبو سفين هي الكنيسة فعلا تم تقنينها في 6/7/2019، ونزلت في الجريدة الرسمية، ومستوفية شروط الحماية المدنية، وفيها كل الحاجات اللي هي تلائم مساحة الكنيسة. يعني فيها أكتر من 16 طفاية حريق، في طفاية مخصوصة لحريق الكهرباء ليها اسمها SO ديت، فيها خزان تقريبا 2.5 × 2.5 بسعة 15 وكسور متر مكعب خزان مية. يعني أعتقد ما فيش مكان بيبقى مجهز بكل دوت، أي مبنى تاني يعني. طب يعني أتسابونا كده من كلام قدسك، إحنا قادرين نلمس الشروط الخاصة بالحماية المدنية في حالة حدوث أي حادثة، وبالتالي قدسك بتأكد لينا أن الكنيسة مقننة من 2019، وبخصوص لو حصلت فيها أي حادثة مفروض فيها طفايات حريق بعدد كافي لمساحتها، وطفايات حريق خاصة لو حادثة سببها الكهرباء بالزبط، غير تواجد كميات كبيرة من المية. طب هل كل الوسائل الأمان دي بتكون المفروض متوفرة طول الوقت، والكنيسة حريصة أن هي تكون موجودة طول الوقت وعارفة إزاي تستخدمها؟ المفروض أن بيبقى في ناس مدربين، إحنا من بدري شغالين على موضوع الحماية المدنية، بيبقى فيه على الأقل العمال مدربين، أو إذا كان مش كل كنيسة ممكن في كشافة، في عمال، في مدير إداري على حسب نوعية الكنيسة، أنا بتكلم بصفة عامة يعني. على استخدام الحاجات ديت يعني، بس مش هتتحط كديكور يعني أكيد. بس طب سيبونا يعني ممكن نقول برضو، هل في شروط معينه كده من مجلس الوزراء المفروض تكون موجوده في الكنائس قبل ما تترخص؟ طبعا يعني هو ده القانون، ده صدر في 2016، والقانون نفسه نص على بعض الحاجات اللي هي بنقدم العقود وبنقدم الرسومات الهندسية. والمناسبة للكنيسة اللي بنتكلم بأبو سفين إمبابة، فيها شهادة صلاحية إنشائية موجودة ومتقدمة في الملف، يعني مستوفية كل حاجة، بدليل أن صدر بها قرار من معالي رئيس الوزراء وزي أي كنيسة اللي طلعت يعني. طب لو احنا بنتكلم على الحمايه المدنيه يعني، او قانون او يعني شروط الحمايه المدنيه اللي المفروض تكون موجوده جوه الكنيسه، ممكن تكون عامله ازاي؟ هو في اربع مستويات داخله في كود الحمايه المدنيه الخاصه بالكنائس القديمه، القديمه دي ما قبل المبنيه ما قبل 2016 وبتقام بها الشعائر الدينيه. فالمستويات دي بتنطبق على مساحات الكنائس، ليها تفريده كده يعني، وكل مستوى ليه متطلبات معينه عشان يوصل للمستوى اللي بعده لاشتراطات الحماية المدنية اللي مطلوب يعني. طب يعني كنيسة أبو سفين على سبيل المثال هي طبعا من قبل 2016، احنا عارفين هي بقى لها حوالي 20 سنة، هي تقريبا من 2005، ما تتقننش إلا قبل 2016. طيب ايه بقى الشروط الخاصة كده بكنيسة أبو سفين؟ خلينا نكون محددين أكتر يا أتسابونا. هي مستوفيه الحاجات اللي هي يعني مثلا لو احنا اتكلمنا ان في بعض الاماكن مطلوب منها بابين او كده، هي دي كنائس موجوده بالفعل.
انا مش هقدر اعمل، لان لو فتحت باب باب هفتح على جار. أيوة. والتقنين غير بنى كنيسه جديده يا جماعه، يعني دي حاجه ودي حاجه. انا بقنن وضع قديم وبشوف كل السبل اللي انا اقدر اوفي فيه اشتراط الحمايه المدنيه. تمام. احنا برضو في من ضمن الاخبار يعني اللي جات لنا في خبر عاجل بيتكلم على ان في حريق في كنيسه العذراء والانبا موسى الاسود بالجيزه. كنا حضرتك يعني عايزين نعرف لو في اي معلومات يعني دلوقتي متوفره بشان هذه الكنيسه، وما اذا كان يعني الحريقه دي اتطفت ولا لسه، او في اصابات او لا. انا بالفعل وانا جاي للقناه عرفت ان في حريق لكن تم السيطره عليه. تواصلت مع الكنيسه عشان اطمئن يعني وكده، والمسؤولين في الكنيسه طمنوني ان المسؤولين في الدوله جريوا بسرعه، وهو كان حاجه حريق محدود ما فيش خسائر، وغالبا في لوحه الكهرباء بتاعه الكنيسه حصل زي شارز او حاجه زي كده، لكن تمت السيطره عليه نشكر ربنا الحمد لله. يعني ما يبقاش النهارده طبعا مش حمل يعني كاستين ورا بعض. طبعا الكل فعلا يقول سابونا. انا بطمن الناس كلها ان المسؤولين في الكنيسه قالوا لي الموضوع تحت السيطره وتمت السيطره عليه ومفيش خسائر. يعني قدسك يا ابونا بتطمن كل شعب كنيسه العذراء والانبا موسى اللي حصل فيها حريق من شويه ان ما حصلش اي خسائر وتم السيطره على الحريق. بالظبط، طمنوني كده في الكنيسه ده قبل ما ادخل على الهواء دلوقتي يعني. طيب الحمد لله. طبعا زي ما قلنا القدسك احنا يعني مش حمل كنا يبقى فيه كوارث متتالية. شفنا طبعا حادثة امبارح ازاي اثرت في الجميع وازاي خسائر كانت كتيرة جدا. بالظبط. يعني نشكر ربنا طبعا ان مفيش حاجه يعني موجوده. نرجع تاني برضو كده وتسيبونا، احنا كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا ناخد الخبر العاجل ده لان كان في الكثير والكثير من المشاهدين بيتكلموا عليه. لكن نرجع تاني لحادثه كنيسه ابو سيفين. لو جينا بصينا على الكنائس اللي تم تقنينها لحد دلوقتي، ممكن مثلا من 2016 او في الكام سنه الاخيره دي، ممكن يكونوا كام كنيسه؟ هم 2401 كنيسة ومبنى خدمات على مستوى الطوائف. يعني ده من سنة 2016 لحد دلوقتي؟ اه، ما احنا القانون طلع 2016 وابتدينا نعمل، صدر له قرار من رئيس معالي رئيس الوزراء في 2017 عقبال ما يعني حطينا الآلية تنفيذ القانون. يعني ما كانش في قانون، لا قانون دلوقتي احنا في القانون، فخد وقت شويه. فكان اول تقرير في 2018، فنعتبر من 2018 العملي لحتى الان 2401 كنيسه ومبنى خدمي على مستوى الطوائف كلها في مصر. انا عايزه ارجع لنقطه تانية قدسابونا، قدسك اتكلمت واشرت ليها، هي فكره وجود اكتر من مدخل للكنيسه واكتر من باب للكنيسه. الناس تساءلت برضو خلال الايام اللي فاتت او من اول ما سمعنا عن الحادثه ازاي مقننه وازاي ملهاش غير مدخل واحد. قدسك وضحت لينا دلوقتي ان التقنين غير البنى، يعني من شروط البنى ان لازم الكنيسه يكون ليها اكتر من مدخل. مظبوط. يعني بالزبط. لو توضح لينا الفرق ما بين الشروط الاساسيه وشروط التقنين. بص حضراتكم، انا القانون فيه 10 مواد. التقنين اللي يشمل المواد 8 و9 و10. المواد الاوليه بتتكلم عن ايه هي مسميات الكنيسه، القبه، بيت القربان، المذبح، الهيكل، الوصف الكنيسه، المناره، الصليب، كل الكلام دوت. تمام. بعد كده بيتكلم ازاي اقدم على كنيسه جديده والاشتراطات اللي مطلوبه ليها. 8 و9 و10 بيقول لي ازاي اقنن كنيسه قديمه مبنيه قبل 2016 وتقام فيها الشعائر الدينيه. فطالب مني زي ما قلت لحضراتكم الملكيه، تكون ملك للطائفه، رسومات هندسيه، شهاده صلاحيه انشائيه. بعد كده بنتكلم بقى في اشتراطات الحمايه المدنيه. ابتدينا نشوف الكود المصري وما ايه اللي بيتطبق بالفعل، ايه اللي هيناسب الحاجات القديمه ديت، على اساس نجد حلول بديله فعلا تحمي المواطنين، مش عشان نقفل ملف لا. واشرت كذا مره ان الدوله وقداسه البابا الاثنين مهتمين جدا بحمايه كل واحد، يعني ما ولو مش هنقدر مش بنخلصها، يعني لازم تبقى على اكمل وجه زي ما بيقولوا. طبعا اكيد على قدر المستطاع. يعني في الجزء ده بالذات برضو الجزء الخاص بالابواب بتاعه الدخول والخروج، يمكن من اكتر الرسائل او من اكتر يعني التعليقات اللي موجوده على صفحه سي تي في، ناس كتير بتسال على فكره الباب المقفول. هي فكره الباب المقفول اللي هو الباب الواحد اللي كان قافل على كنيسه ابو سيفين، هل في ممكن نقول شروط كده لتشغيل الكنائس المفروض تكون موجوده ومفروض يكون بيتم ابلاغ الحمايه المدنيه او العكس؟
بص سعادتك، هي دي معلومات مش مؤكده، يعني دي المتوافر على الميديا بالظبط، ومش كتير بيتكلموا في دي، فانا مش هقدر اجزم بيها ان الباب كان مقفول او مفتوح، يعني الحقيقه يعني ما كده. انما في شروط مثلا ممكن نقول ان هي شروط تشغيل، يعني شروط تشغيل المنشاه نفسها، حتى لو الباب مقفول بيبقى في حارس يقدر يفتحه يعني، ما انما ما فيش موجود حاجه تقول الباب ما الاليه بتاعته تبقى عامله ازاي يعني. طب من خبره قدسك في لجنه تقنين اوضاع الكنائس، اكيد مريتوا على كنائس كتيره جدا، شفتوا حالتها بتكون عامله ازاي، وعلى سبيل المثال من خلال رؤيه قدسك كنيسه ابو سفين وهي متوفره فيها كل شروط الحمايه المدنيه، ليه وصلنا لهذه الكارثه وليه شفنا الحادثه بهذا الشكل؟ وفي حاجه في القانون اسمها القوى القاهره. مش عايز اسبق الاحداث لغايه ما تطلع التقارير الرسميه في الدوله ويتيقنوا من اسباب الحريق ايه بالظبط، نقدر نستوعب الحكايه، وخاصه اللي انا عارفه ان يعني اخواتنا وابونا توفوا باختناق. مظبوط، دي المعلومات المتوافره عندي، فلازم ننتظر التقارير عشان نقدر نقول ايه اللي حصل. طب هل الطفايا الخاصه بحرائق الكهرباء تقدر ان هي تحتوي موقف بينتج عن انفجار اجهزه التكييف، يعني تحتوي وجود الادخنه بالشكل الكبير ده؟ المفروض ما هيش طفايا عاديه، هي ليها اسم، انا يمكن قلته في الاول او اس تقريبا. لا لا، هو اسمه سي او تي، مش اس عشان انا بس. تمام. المفروض انا برضو كنت بتساءل ان هو بيحتوي قصه اذا كان التكييف او رجوع كهرباء، يعني الكلام متناثر. طبعا. هل كان في جنريتور والمفتاح بتاعه ما تحولش لما كهرباء ورجوع كهرباء وبتاع، مش قادر اقدر اجزم بالظبط، لما يكون المتخصصين نقدر نقول ساعتها ايه، يعني مفيش حاجه طلعت رسميه اصلا. صحيح. طيب ردود الافعال، يعني شفنا كذا رد فعل كده من عدد من النواب بيتكلموا على ان المفروض الحادثه اللي حصلت امبارح دي تكون بتخلينا نرجع تاني نراجع على كل ملفات الحمايه الخاصه بالكنائس او المنشات العامه، يعني هل في حاجه حصلت دلوقتي بتتكلم على هذا الموضوع؟ انا عايز اطمن بس الجميع، عشان انا جالي من وكالات انباء كتير بيتصلوا بيا وي 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 يعني وكان اللجنه اصلا ما بتشتغلش. لا، اللجنه نشكر ربنا بمختلف الوزارات اللي فيها والكنيسه، احنا شغالين في اجتماعات مخصوصة للحماية المدنية فقط، مش للتقنين، للحماية المدنية يعني المنبثقة من التقنين، وبنشوف ايه الحلول عشان نسهل ان يكون في امان كامل على قد المتوافر من امكانيات، سواء امكانيات مش امكانيات مادية بس، وامكانيات مكانية، ان انا اقدر اوفر حماية للمكان. لكن الحوادث يا أتسابونا بسبب المس الكهربائي أو الأجهزة سواء بقى تلاجات تكييفات في الكنائس الفترة الأخيرة متكررة، يعني إحنا الشعب قادر يلاحظ ده، قادر يشوف إن الحوادث بالشكل ده متكررة كتير من الأوقات، كانت بتبقى خسائر مادية في الكنيسة بالكامل، بنشوف كنائس بتتحرق بالكامل، لكن للأسف المرة دي خسائر أكبر وفقدنا 41 روح. فهل ده بعد كل حادثة بنشوف يعني بنقف على أسبابها وعلى أساسها بناخد قرارات، بنحط اعتبارات مختلفة، بنمر على الكنائس بنحط تنبيهات مختلفة، يعني هل الموضوع بيحرك الدنيا بشكل مختلف؟ هو الحقيقة من أول ما ابتدى التقنين ابتدت فكرة إن زي يعني شبه الصندوق الأسود في الكنيسة. إيه الصندوق؟ يعني أي حد بيعمل حاجة في الكنيسة لازم يكون ليها سيستم ومخطط، واللي جاي بعده عارف هو عمل إيه، وبيانات بتتحط على الكمبيوتر أو بتتحفظ على أساس الجيل بيجامل جيل، بيسلم جيل، وبعدين نبقى عارفين إيه اللي موجود هنا، وإيه اللي لو في حاجة فيها زي هتبقى إكسباير، أنا يعني أتوقع منتهية الصلاحية تتغير أو كده. طب هنا بالنسبة طيب للحاجات القديمة بقى أو الكنائس القديمة، يعني هل في مثلا أعمام ترميم للكنائس القديمة أو إعادة لفكرة الحماية المدنية للكنائس اللي هي بقى لها يعني فترة طويلة ما تعملهاش زي ترميم؟ لا، ترميم حاجة والحماية المدنية حاجة. تقصد تحديث يعني للحماية المدنية؟ ما هو هي دي موجودة، ده طبيعي.
لان ما بيطلعش تقرير من اداره الحمايه المدنيه لما بيجوا يلاقوا ان احنا مستوفين اشتراطات الحمايه المدنيه. يعني الشكل الجغرافي لمكان الكنيسه طبعا بيكون من العوامل المؤثره جدا. بالزبط. اتساع الشوارع، شكل المبنى نفسه، يعني احنا شايفين الكنائس الحديثه بيكون لها شكل واضح، مبنى منفصل، بوابه كبيره، لكن كنائس كثيره قوي في ازمنه مختلفه شايفينها كانت في عماره زي كنيسه ابو سفين اتبنت قبل القانون. نعم، اتبنت قبل القانون. مظبوط، علشان كده عندنا امثله كثيره جدا للكنائس اللي بالشكل ده. فهل نقدر نقول ان المكان الجغرافي بما انه بيؤثر على كمان فكره الحمايه المدنيه، احنا ممكن نشوف يعني سيارات ممكن ما تقدرش تدخل للشوارع لضيقها او لضيق المكان، هل اللجنه بتاخد بعين الاعتبار حاجه زي كده؟ يعني النطاق الجغرافي الخاص بالكنيسه؟ المفروض، لان في عربيات صغيره وفي حاجه زي شبه التوك توك طالعه جديده على فكره، مطافي، دي حاجه حديثه خالص يعني كهربائي. تمام. بتدخل في الشوارع والحواري ده. هنفترض ان الحريق ده حصل في بيت، ما هو في بني ادمين طبعا، ما يعني في مدرسه صغيره او مستشفى او مستوصف برضو في ناس. فلازم اداره الحمايه المدنيه بقى بتكون موفره، يعني زي ما انا عرفت امبارح ان هو تبعد المطافي يبعد عن الكنيسه شارع او شارعين. بالظبط كده. يعرف هيدخل ازاي والتوقيت اللي حصل وكل الكلام ده. يعني بتري قدسك بتقول الحادثه حصلت في كنيسه، حصلت في شقه، في بيت، في بني ادمين في المبنى. بالظبط. والحمايه المدنيه المفروض عارفه طبيعه المكان وعارفه توصل فيه او ليه في خلال مده قد ايه. حتى خطه بكده يعني في بلان كده. عوده بقى لفكره الكنائس اللي بيتم تقنينها دلوقتي او خلاص يعني اتقننت بالفعل، في كنائس بقى اترفضت وكان ليها اسباب ليها علاقه بقى بفكره الحمايه نفسها او المخططات بتاعت الكنائس نفسها؟ لا، ما يعني ما جاليش اي قرار بنرفض تقنين الكنيسه الفلانيه، حتى تعديل او تعديل مثلا في بعض. لا، ما احنا من اول ما ابتدينا اللجنه بيبقى في مناقشات وكده، ولو في حاجه بيبقى في، عايز اقول، حلول لاي حاجه، انما ما فيش حاجه اسمها رفض يعني. تمام. ممكن مثلا يبقى في كنيسه مثلا محتاجه ان هي يبقى فيها زي هنت كده معين ان احنا محتاجين في الكنيسه دي نعمل مثلا حاجه، او في زي تفضيلات انها تكون موجوده، ملاحظات. تمام. او ملاحظات او توصيات بندرسها مع بعض ونشوف ايه المتاح عمله يعني. طيب قدسك برضو عايزه اتكلم على فكره انظمه الاطفاء. يعني احنا دلوقتي ممكن نكون شايفين اطفاء بالطفايات، لكن في انظمه احدث من كده. هل في بعض الاماكن بيفضل ليها ان هي يكون فيها انظمه حديثه، او اغلب الاماكن كمان بما اننا شايفين ان ممكن طفايات الحريق البعض مش عارف يتعامل معاها او مش بتادي النتيجه اللي احنا عايزينها في الحادثه؟ بص ساعتك، كان في قرار وزير اسكان في 2019، في قرارين بالمستويات، وحاطط محدد فيه زي سكاديول كده، كل مساحة متطلبة الحاجات الفلانية. موجودة بالفعل، مش عشوائية يعني. طيب قدس ابونا هنكمل كلامنا مع قدسك، ولكن استأذنك نروح نشوف. يعني احنا للأسف وقتنا خلص. خلينا يعني بنشكر قدسك شكرا جزيلا على وجودك معنا، قدس ابونا القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس بمجلس الوزراء وأيضا المتحدث الرسمي باسم اللجنة. يعني استفسرنا وسألنا تقريبا أغلب الأسئلة اللي بيسألها كل الشعب القبطي حاليا. نشكر قدسك شكرا جزيلا. إيش، ربنا يخليكم. مشاهدينا لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم، خلينا نروح نشوف لقاء سريع أجراه طبعا زميلنا كامل يوسف على مدار اليوم مع كرولوس صبري وهو شاهد عيان، ونرجع نستكمل مع حضراتكم بعد اللقاء والفاصل. أكيد حلقتنا لسه مستمرة. نرحب بيك على سيتي فيو، وحابين نطمن عليك، قول لنا ايه اخبار صحتك دلوقتي؟ تمام الحمد لله. تمام. عرفني بنفسك، قول لي انت اسمك ايه وكنت موجود في الكنيسه ولا انت رحت وقت ما الحريقه حصل؟ لا، انا اسمي كرول الصبري. احنا متربيين مع بعض في منطقه واحده، وزمايلنا واصحابنا وكلنا مع بعض، عارفين بعض، وامهاتنا عارفين كده، يعني اسره مع بعضينا. انا كنت رايح الكنيسه بس اتاخرت شويه، انا والدتي راحت واخواتي واولاد عمامي واولاد خالي، عندي عيال خالي الاتنين توفوا صغيرين برضو، كرولوس وبشوي صغيرين، كانوا بيلبسوا شمامسة وكده برضو، ربنا افتكرهم.
انا عندي زمايل اتصلوا بيا احنا وجايين في السكه، الحق الكنيسه بتولع. انا كان معايا برضو صحابي، جرينا جري احنا وداخلين على الكنيسه، بنبص على السماء لقينا السماء كلها سواد سواد، بدل ما السماء بيضه لا سواد كلها. اول ما دخلنا على الكنيسه بنبص على عربيه ابونا تحت، الحيطان بتقع بتهيل عليها، شبابيك الازاز عمال يفرقع من فوق، الناس عماله تبص عينيها خلاص باظت، الناس والناس ستات فوق واطفال. النهارده كان المفروض كان يوم الاحد، في كان حضانه كل يوم في الكنيسه، الحضانه الناس بتتناول، الاطفال بتطلع يطلعوها تتناول. قول لي انت وقت ما حسيت الحريقه وانت داخل، ما خفتش ولا ترددت لحظه واحده؟ ما خفناش على نفسينا، احنا خفنا على الاطفال اللي فوق، خفنا على الامهات اللي في ناس كتير بتبقى بتسندها انت وطالع الكنيسة وانت ونازل برضو بتسندها، انت خايف على ده كل الاطفال. انا يعلم المسيح المطافي جاتي وبتطفي، المية نازلة من على السلم مغلية بتغلي، قبل ما المطافي تيجي احنا لفين، كل واحد لف بطانية، انا على جسم اول واحد طالع وماسك الكشاف في ايدي. الدور الرابع هي الكنيسة، الدور التالت في لوحة كهرباء، وفي اللي هي بيبقى اوض مدارس الاحد وكده، كلهم فيهم لوح كهرباء، في لوحه كهرباء بتاعت العمومي بتاعت الكنيسه ضربت كلها، ضربت بتاع 4 مرات في وشنا احنا وبنلحق الناس. وغير كده الازاز عمال فرع في وشنا، الخشب برماد، الدخان خلاص. انا ببص على البطانيه اللي انا لف فيها نفسي خلاص كوم حريق، النار ماسكه فيها وبقت رماد عامله زي التراب كده. لحقت تنقص حد وتنزل حد ولا انت بعد ما طلعت اتصبت؟ الحين لحقناه، بس احنا مش شايفين بنلحق مين اساسا، احنا خلاص الدخانه ماليه كل المكان، الدور الرابع والدور الثالث مليانين دخان، بتمسك اي حد لو سمعت صوت حد بتلحقه، اللي نقصته اللي ما عرفتش يلحقه ربنا افتكره. احنا بنعمل كل ربنا قدرنا عليه. ابونا عبد المسيح الاب الاعتراف بتاعي، وغير كده متعمد على ايده، واحنا بنيجي نصلي في الكنيسه، كانت باقي الكنائس جنبينا، ما كانش في كنيسه ابو مقار، كانش في كنيسه اللي في لعبه مارجرجس، كان كل الناس بتجيله من انحاء العالم، من ارض اللواء، من ميت عوبه، من لعبه، من بشير، من الوراق. وكانت اول كنيسه في مطار امبابه، حتى هو كنيسه صغيره بس هو كذا دور كذا دور، في الدور الاخير الكنيسه، الدور الرابع والدور الارضي كان معموله كنيسه. في عندنا كانوا ابين كهنه لحد دلوقتي، يعني حاجه الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم. شكرا جدا. شكرا.